حياك الله صفاوي. ربي يحفظك يا طيب. شلونك اخبارك؟ نورتنا بالبرنامج. انت بوجودك وبوجود الكادر كله والشباب ان شاء الله ما قصرتوا يا طيبين. شلون فكره البرنامج؟ والله حلوه وشيء رياضي وممتع، وبالاضافه ضفتوا هواي فقرات اللي هي المواهب مثل ما تشوفون هسه احنا بعيدين عن طوبه، بس هذا موجود ببقيه انحاء العالم. قبل كل لعبه يصير عرض رياضي، ومثل ما ذكرت قبل انا همين احنا الفريق الوحيد بالعراق، فريق عروض رياضيه الاول بالوطن العربي، العروض الاوتروباتيك. حدث لنا عن العرض اللي اجريته بالحلقه. والله ايش احكي لك، انا تقريبا صار لي 7 ساعات اشتغل به. العرض متكامل مثل ما شفته، متناغم، حركات جماعيه، حركات فرديه، مثل ما نقول قفز، يعني توازن، سيرك الى اخره، يعني شغل. شنو هاي الحركات الحلوه؟ من علمك اياها؟ الكابتن. شلون علاقتك بالكابتن؟ زينه. والله. شنو هاي البهلوانيات اللي سويتها؟ بعد عندك اكثر؟ اي. تبي اصف؟ ثاني. بالدراسه زين لو؟ لا زين. عافيه. كابتن. اين انت؟ شلون تلم الوضع؟ احنا شفت مثل ما اشوفهم اصغر اللواعيب. تعال تعال حميد. تعال. هنا اعمار مختلفة، بالاضافة احنا عندنا بعد بنات بس عندهن ظروف خاصة، يعني دراسة وكذا. انا بلشت هاي الرياضة لان بطل رياضي ومتنوع الرياضات، فحبيت اشارك بشيء مختلف يعني، والحمد لله وشكر تطورنا. تقريبا صار لنا سنتين وشهرين قدمنا اكثر من 250 عرض مختلف مناطق بغداد محافظات العراق. رياضة صعبة مو لها كان يقدر يسويها، الحمد لله وشكر ماكو اي منافس لحد الان، حتى الباليه او الباركور ما يقدرون ينافسونه. مثل ما اشوف الاعمار مختلفة من 4 سنوات لحد 13 سنة، اصغر عمر اللي هو 4 سنوات اللي هو اذن. فكرة البرنامج شلون شكلها؟ كلش حلوة، عاش ايديكم وكون تطور اكثر واكثر وتفتحون فرص مو فقط لكرة القدم، الباقي المواهب هسه هاي خوش دخلتوها حلوة، ان شاء الله تطور اكثر واكثر. شكرا جزيلا. ربي يحفظك استاذنا.